احمد عبد الفتاح اونر مجله بلاك اند وايت، واحده من السبونسر اللي بيرعوا الايفنت النهارده جمال اسكندريه. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا فندم. النهارده ليه مجله بلاك اند وايت بترعى الحدث ده؟ في الحقيقه احنا مهتمين قوي بكل ما هو جميل وكل ما هو يقدم الجمال في مصر. احنا معرفنا ان المهرجان النهارده تحت اسم جمالك اسكندريه، احنا طبعا اهتمينا قوي بموضوع الايفنت وحبينا ان احنا نرعاه وحبينا ان احنا نشارك فيه، لان احنا ما ننساش ان هو برضو في عمل خيري كبير، ان احنا بنقدم جهازين تحت رعايه الروتري لمرضى الفشل الكلوي، فده طبعا كان شيء مهم جدا بما ان احنا مجله بنهتم برضو بالعمل المجتمعي بشكل عام. اهتمامات مجله بلاك اند وايت؟ احنا بنتكلم في الموضه، بنتكلم بشكل عام الازياء، بنتكلم التجميل، كل ما ممكن اللي هو يهم العروسين اللي هم بيستعدوا ان هم يعملوا حياه جديده وان هم بيقدموا يعني بيت جديد، فاحنا بنقدم لهم كل الحاجات اللي هم بيحتاجوها وكل المعلومات وكل المقترحات اللي هو ممكن تفيدهم في حياتهم الجديده. طب ايفنت بالحجم دوت، حضرتك عايز تدي رساله للشباب وتدي رساله عن مصر، بتقول ايه؟ احنا الفتره اللي فاتت كنا مفتقدين قوي الجمال، كنا حاسين ان مصر كانت مطفيه شويه، فاحنا بنحاول ان احنا نركز شويه على موضوع الجمال، بنركز على كل ما هو جميل في مصر، وخاصه اسكندريه. اسكندريه مدينه جميله كلنا بنحبها وكلنا بنعشقها، فلما يعني لما لقينا ان في فرصه ان احنا نبقى نتواجد في اسكندريه، لان اسكندريه طبعا عزيزه علينا كلنا، فموضوع الجمال وارتباطه باسكندريه طبعا ان هم مرتبطين ارتباط شديد جدا، وحبينا ان احنا ناكد على المعلومه دي وناكد على احنا طبعا كان النهارده كان في حضور ملفت جدا، طبعا الفنان سمير صبري، الشخصيات العامه، الفنان حسين فهمي، ملك الجمال مصر برضو متواجده، فده طبعا كل ده كان مدينا كده احساس بالجمال، وان احنا بدانا ان احنا نرجع تاني مصر الجميله، مصر اللي هي فيها ايفنتس بتبقى قويه وجميله زي الاول. التجمع الكبير النهارده ده من روتر اسكندريه ومجله بلاك اند وايت وفيس تو فيس، التجمع دوت مع الشارتي اللي عاملاه الشباب النهارده، انت عايز تقول ان او انتوا كلكم بتقولوا في الايفنت ده ان مصر جميله ومصر زي ما كانت الاول وفيها نفس الخير؟ بالظبط، احنا بنقول كده وبناكد كمان ان منظمات المجتمع المدني والشركات الخاصه والشركات لازم يكون ليها عليها مسؤوليه مجتمعيه، احنا مش لازم ان احنا نسيب كل حاجه على الحكومه، نسيب كل حاجه على المسؤولين في البلد، احنا لازم ان احنا نساهم، احنا لينا ارتباط كبير قوي في السوق، لينا ارتباط كبير قوي بالناس، لينا ارتباط كبير بالجمهور، فاحنا لازم ناكد على كده، لما يبقى في مهرجان بالشكل ده لازم ان احنا نرعاه ولازم ان احنا ناكد على نجاحه ولازم ان احنا نساهم في نجاحه، ده كله ده هيعود علينا كلنا بالخير وان احنا كلنا ان احنا بلدنا تبقى تمشي للامام والاحسن. رساله لحضرتك لو تحب توجهها النهارده للعالم عن مصر؟ والله بقول لهم ان مصر جميله يا جماعه، كل العالم بيقول لهم ان مصر جميله، مصر فعلا فيها اماكن جميله جدا، مصر بلد مستقره جدا، مش عايزين ان احنا نلتفت لشويه حاجات بتحصل او حاجات بسيطه جدا الناس بتكبرها بره والناس انها بتعمل عليها فوكسنج في الموضوع، فاحنا بنقول ان مصر ان شاء الله هتبقى احسن من الاول وهترجع اقوى من الاول، وبقول لهم في النهايه ان تحيا مصر.